أحمد مولاي، مرحبا بك في شبيبة القبائل. مرحبا. كيف كان الاستقبال من جانب مسؤولي شبيبة القبائل والرئيس النائب؟ ما شاء الله كان استقبال جيد. جاوني عند المطار وعدوا لي استقبال جيد، والحمد لله التحقت بالفريق، وحن إن شاء الله نبدأ بالتجهيزات إن شاء الله مع الفريق. أخ أحمد مولاي التحق بعد طول انتظار، بعد سسبنس كبير، في رأيك لماذا كل هذا التأخر؟ كانت هناك مشكلة في الفيزا بتاع نهوك عند فيزا فرنسا، وثانية كان عندنا مباراة وطنية مع الدولتي مع موريتان، كان عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك، وذاك هو خلانا نتأخر عن تحضيره. ستخوض أول حصة تدريبية بأقوى شبيبة القبائل، ما هو شعورك وكيف تنتظر هذه الحصة؟ شعور جيد، حاس عن إن شاء الله حنعدل مباريات جيدين مع الفريق، وإن شاء الله حندرب جيدا ونجهز إن شاء الله، وإن شاء الله يعني سأفعل كل ما أستطيع لهذا الفريق إن شاء الله. كان في المنتخب الوطني الموريتاني، هل يعني هذا أنه لا يعاني من الجانب البدني؟ لا يعني؟ لا يعاني من الجانب البدني؟ لا 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 أعاني من الجانب البدني، يعني كنت أدرب سابق المنتخب الوطني ودربت مع المنتخب الوطني، وما شاء الله جاهز الحمد لله بدنيا. جمهور شبيبة القبائل، المسيرين، الإدارة، الرئيس حناشي، كلهم ينتظرون منك الكثير. هل تدرك مدى المسؤولية التي تنتظرك في شبيبة القبائل؟ نعم، أدرك المسؤولية جيدا، لأن ينتظرون مني الكثير، وأنا سأفعله إن شاء الله ما أستطيع إن شاء الله لأحقق ما جئت لأفعله إن شاء الله. شكرا. مرحبا. 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 مرحبا.